في اي دي اس سكيورتيز. نور اهلا بك. يعني على ما يبدو اليوم التداول يا نور كان يعني سهل. يعني نتمنى لو كان التداول سهل في كل الايام ليس في يوم واحد فقط، لكن اليوم انا شخصيا يعني خارج الاسواق بعد ان تم يوم امس ايضا عوده انخفاض الجنيه الاسترليني نوعا ما، فضلنا الابتعاد عن الاسواق لانه من جديد هناك تضارب في التصريحات. لاري سامرز يوم امس ذكر انه هناك احتماليه لوجود تيسير كمي، احد الاعضاء ايضا ذكر انه رفع اسعار الفائده في سبتمبر الان اصبح اضعف من السابق. كانت لدينا ارقام نوعا ما ايجابيه بالنسبه في الولايات المتحدة الأمريكية، منها إيجابية ومنها سلبي. جي دي بي إيجابي بسبب ارتفاع الانفنتوريز أو اللي هي المخزونات، لكن للأسف شهدنا ارتفاع طفيف بالنسبة للبندنج هوم سيلز أو مبيعات المنازل المعلقة. لذلك أفضل الانتظار أكثر خلال الفترة المقبلة أفضل من الذهاب إلى الأسواق من جديد في الوقت الحالي. نعم، هل تتغير أيضا هذه السياسة، سياسة الملاذات الآمنة في سوق العملات نور؟ بطبيعة الحال يعني في تخارج ربما من العملات اللي كان لها رواج سابق بفترة الصعوبات في السوق، حاليا كيف تتغير هذه الصورة ولو أنك تبتعد قليلا عن السوق؟ نعم، اليوم شهدنا نوعا ما من جديد يعني حديث عن ملاذ امن وهو الدولار الامريكي امام تقريبا معظم العملات العالميه. شهدنا تعويض لكل خسائر الاسبوع على الاقل امام اليورو، شهدنا مستويات 17 ومن ثم عدنا الان الى مستويات حوالي ال 12 وما دون ذلك. لكن ايضا في نفس الوقت الحديث من جديد يتمركز او يعني التخبط مره اخرى بالنسبه للفدرال الامريكي يبقي نوعا ما حركه عدم اليقين. لذلك لدينا الفرنك السويسري الذي ايضا لا زال نوعا ما متماسك خلال الفتره الماضيه. الدولار مقابل الين لا زال يحاول نوعا ما اختراق مستويات ال 120 لكن الى الان تقريبا لم ينجح. لكن ملاذات امنه في الوقت الحالي، الشيء الذي ننظر اليه ايضا انه مع انخفاض اسعار النفط تنخفض معنا كل اسعار السلع بما فيها حتى السيلفر. خلال تداولات يوم امس عاد الانخفاض وحتى ايضا اسعار الذهب. هذا الشيء الذي يبقي الملاذ الامن في الوقت الحالي هي فقط السندات والدولار الامريكي على الاقل خلال تداولات اليوم. لكن الارتفاع بالنسبه للدولار قد يكون وقتي لانه لا زلنا في خط اتجاه منخفض على المستوى اليومي على الاقل على المدى القصير. نعم نور الدين، انا كمستثمر في الفوركس في اسواق العملات بماذا تنصحني؟ يعني اليوم بالذات اليوم هذا السؤال صعب. كنا نشتري الجنيه الاسترليني خلال الاسابيع الماضيه وكنا نشتري اليورو ايضا طوال الاسابيع الماضيه وكنا نتوقع مستويات ال 15، ابهرنا اليورو خلال الفتره الماضيه واعطانا مستويات 17 شكرا جزيلا. الجنيه الاسترليني كان نفس الشيء، لكن لذلك في الوقت الحالي وبعد الاشياء التي شاهدناها افضل الابتعاد على الاقل حتى نهايه الاسبوع. اغلاقات الاسبوع مهمه جدا خصوصا بالنسبه للمؤشر العام للدولار الامريكي وايضا الاهم من ذلك بالنسبه للبورصات العالمية خصوصا في ظل انتظارنا اليوم. اليوم هي بداية اجتماعات الجاكسون هول اليوم ويوم غد أيضا وحتى تداولات يوم أو حتى يوم السبت. لذلك أفضل الآن الانتظار ما الذي سيقوله الفدرال الأمريكي حول معدلات التضخم، ما الذي سيقوله المشاركين حول التضخم، لأنه التضخم في الوقت الحالي يجب أن لا ينسى أو يتغاضى عنه على الأقل الفدرالي. نور، ربما أنا العملة التي يعني اندهشت في التداولات خلال الفترة الماضية الاسترليني. الاسترليني لم يرتفع يعني نعم. كما شهدنا ارتفاعات على إن كان اليورو الين أو السويسري، ولكن ما المبرر الذي شاهدناه حتى في يوم أمس وهذه التراجعات من الواحد تقريبا كان عند 57.20 ومن ثم مستويات عند 54؟ يعني ما هو الدافع؟ لا بيانات لا صحيح. كيف تصف هذا التحرك؟ هي كانت كروس، نعم هي كانت كروس بلاي او عمليه تداول بالنسبه لعملات متقاطعه. كانت اليورو مقابل الجنيه الاسترليني هو الشيء الذي كان الحركه الاكبر عليه خصوصا حتى الفتره الماضيه، انه كان اليورو يرتفع والجنيه الاسترليني يرتفع لكن ببطء. يعني شهدنا اولا نوع من محاوله اختراق 57.20، تم اختراقها وصلنا 58 10 58 15 ومن ثم عدنا للانخفاض بشكل سريع. الحركه السريعه التي شهدناها كانت يوم امس كانت بسبب التداول العالي جدا كان على اليورو مقابل السويسري وذلك من جديد بسبب الحديث الآن في الأسواق يدور أنه سيكون هناك في لدينا استمرارية لتيسير الكمي لما أبعد من سبتمبر 2016 بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. هذا الدافع الذي أعطى نوعا ما مرة أخرى ضغط على اليورو بشكل أكبر لينخفض من تقريبا 17 اليوم وصلنا إلى حوالي 13 وقد نصل إلى ما دون ذلك أيضا. نعم، طيب ماذا عن الناس أيضا عملات السلع؟ أي العملات بالنسبة للأسترالي نيوزيلندي أو حتى الكندي أكثر حساسية للمتغيرات على أسواق النفط والتي لاحظناها بالفترة الماضية؟
نعم الاثنين معا، اكثرهم كان الدولار الاسترالي الذي لا زال ضعيف على الرغم من انه النيوزيلندي عوض قليلا من الخسائر خلال الفتره الماضيه، لكن الاسترالي يزال ضعيف. الشيء السيء بالنسبه لاستراليا الان هي انخفاض الكابكس او اللي هو استثمارات الرؤوس الماليه الخاصه التي انخفضت على مدار اربع على التوالي. هذا الشيء الذي شهدناه خلال فجر تداولات اليوم، هذا الانخفاض الرابع على المستوى الفصلي، يعني على مدار سنه شهدنا انخفاضات على التوالي. هذا الشيء لم نشهد له مثيل منذ تقريبا العام 1982، وهذا الشيء الذي ايضا من جديد يبقي الضغط على الدولار الاسترالي. ايضا لا ننسى انه تدخل البنك المركزي اليوم وتدخل البنك المركزي من قبل الصين وحديثه من جديد عن احتماليه ان يقوم ببيع التريجريز او ببيع السندات الامريكيه لتضعيف اليوان بشكل اكبر، هذا الشيء الذي ايضا لا زال يبقي الدولار الاسترالي تحت الضغط. لكن لا نتوقع ان يكون هناك في تدخل على الاقل من المركزي الاسترالي في اي وقت قريب من ناحيه تخفيض اسعار الفائده على الاقل على مدار الاجتماع المقبل. ننتظر المزيد ايضا من الدلائل بالنسبه للارقام، لكن التضخم 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 هو الذي يجب على الجميع ان يقرأوا مما سيقوله الفدرالي الامريكي، لانه هو الذي سيحدد من جديد الفدرالي الامريكي وايضا الاسواق بشكل اكبر. نعم. نور الدين، الدول التي لها ارتباطات استراتيجيه تجاريه عميقه كبيره مع الصين كاستراليا مثلا، الى اي مدى تبقى عملاتها رهينه بتحسن الاوضاع في الصين؟ من جديد هلا بالتاكيد لا ننسى انه هذه العمله هذه الدول في الوقت الحالي على الاقل هم على الاقل ما حصل من الصين هو يعتبر فيفر او يعتبر شيء جيد الذي قامت به الصين لهذه العملات، على الاقل ابقتها على مستوى منخفض. وهذه ما تقوم البنوك المركزيه على الاقل صاحبنا يعني رئيس البنك الاحتياطي الاسترالي الذي لا زال كان يقول انه يريد الدولار الاسترالي منخفض، يحاول تخفيض معدلات الفائده، لم ينخفض الدولار الاسترالي كثيرا، اتى البنك المركزي الصيني وايضا السياسات ادت الى ذلك، وهو نوعا ما في الوقت الحالي يعتبر يعني في حال جيد. لذلك اعتقد انه قرارات الصين بالذات، لانها لا ننسى انه يعني التريد الاكبر مع استراليا، سيبقي الدولار الاسترالي منخفض. ايضا العملات من قبل ايضا المنطقه الخليجيه او غيرها من المناطق حتى العربيه، هذا الشيء الذي لا زلنا نقوله من جديد انه الذي حاصل في الصين في الوقت الحالي هو تباطؤ وليس تراجع. لأنه فيما لو قارنا ولو مقارنة بسيطة، عندما كان الناتج الإجمالي 14% كان حجم الاقتصاد أقل بكثير من حجمه الآن، لذلك 7% قد تكون نفسها ال 14% اللي كنا شاهدناها قبل حوالي 10 سنوات. هذه من جهة. تراجع الآن هو عبارة عن تباطؤ صحي تحتاجه الصين بعد أن حملت الاقتصاد العالمي على أكثر من أو طالما أو على يعني مدار أكثر من 7 سنوات من الأزمة المالية، هي التي أو الصين هي التي حملت ذلك. الآن فترة نوعا ما استراحة، إعادة جدول من جديد قبل النمو مرة أخرى. وباعتبارك نور أيضا ذكرت فيما يتعلق بالعملات العربية خصوصا بالنسبة للريال السعودي وهذا التأثر الواضح يعني، وكانت متأثر سلبا أكثر من كثير من العملات الخليجية الأخرى، كيف نرى كيف نأتي بهذه القراءة؟ هل وضعت هذه العملة حاليا تحت الأنظار وربما التذبذب سيكون عليها أكثر من غيرها من العملات العربية؟ اعتقد انه هناك في نوع من الاوفر رياكشن او الاوفر رياكتنج اللي هو عباره عن اعاده مبالغه في 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 رده الفعل فيما حصل. اولا الحديث عن انه السعوديه ستذهب الى اسواق الدين وستبدا بنوع من الدخول في المديونيه، اولا الناتج من المحلي نسبه الدين الى الناتج الاجمالي في السعوديه 1.6%، بمعنى انه ممكن للسعوديه ان تستدين لعشرات السنوات ولن يكون هناك لديها تاثير كبير. الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحده الامريكيه اكثر من 200%، لذلك مستوى عدم وجود ديون في المملكه العربيه السعوديه على الاقل في المملكه العربيه السعوديه لا يشكل هذا الخطر الكبير، لانه هو 1.6 وهو الادنى في كل العالم. انخفاض النفط نعم يشكل ضغط عليهم، لكن ليس بالضروره ان يؤدي الى نوع من الانكماش بالاقتصاد او انهيار بالاسواق او ما الى ذلك. لا ننسى انه الدول العربيه بشكل عام واسواقنا تتاثر بشكل اكبر بما يحصل خارجا قد او اكبر مما يحصل داخل. لذلك حتى مع انخفاض النفط لا نعتقد انه هذا الشيء يعتبر او سلبي جدا بالنسبه للريال. الجميع سعر شيء قد يكون يعني اوفر رياكتنج او كان مفرط يعني مبالغه في رد الفعل السعوديه ستعود، لانه في خلال الفتره الماضيه دخلت السعوديه الى سوق الديون من جديد خلال عام 2007 بعد الازمه الماليه العالميه، لكن لم يحصل شيء، عادت مره اخرى ولا زال الانفاق كما هو عليه. نعم. لذلك من المهم قراءه الارقام الاقتصاديه لهذه الدوله بالذات وايضا دول الخليج بشكل عام. نعم. نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجيه الاسواق في شركه اي دي اس سكيورتيز، شكرا جزيلا لك.